اهلا بيكم في اكلة جديدة من اكلات وحكايات جيجي. فيديونا النهاردة بقى في وقت قليل جدا هنعمل اكلة كلنا بنحبها، كبدة بتاع العربية، بطعم بنفس الطعم بنفس الشكل بنفس البهارات. ان شاء الله في 5 دقايق هيكون عندنا طبق جميل حلو جدا، نقدمه بقى مع العيش بتاعنا البلدي. طبعا يا ريت بقى لو عيش اسود بقى من اللي بالردة، بس ما لقيتش صراحة، بيبقى حلو قوي مع الكبدة دي. عاوزين تشوفوا بقى الخطوات والبهارات بتاعتنا بتاع الكبدة، تعالوا معانا نشوف. اهلا بيكم في اكلة جديدة من اكلات وحكايات جيجي، والنهاردة هنعمل كبدة العربية بقى اللي ريحتها بتبقى قلب الدنيا. وصفة سريعة وسهلة وبطعم ونكهة الكبدة اللي الولاد بيحبها من بره اكتر، ومبقاش عارفين مصدرها واذا كانت مضمونة ولا لا. مقاديرنا بسيطة جدا وسهلة. انا عندي كبدة متقطعة شرايح، متقطعة شرايح، يعني هنحط عليها شوية خل بس وليمون، وصفيتهم بالمصفى. حطيت انا قعدتها شوية ربع ساعة في خل وليمون عشان لو في اي ريحة زفرة، وحطيتها في مصفى نزلت اللي فيه. مكونات ايه بقى او بهارات ايه؟ عندي فلفل هنا مقطعة شرايح، رومي بقى الاحمر والحراق اكتر، انا حاطه فلفل حراق اكتر بالبزر بتاعه عشان يديلي الحرارة. طبعا الكبدة يا جماعة يعني كلنا بنحبها حر. وعندي طبعا الملح بتاعي حوالي معلقه ملح، وعندي فلفل اسود معلقه كبيره، ودي كزبره ناشفه. عندي هنا ثوم مفروم 3 فصوص او حاجه، وعندي هنا كمون نص معلقه، وعندي معلقه شطه. تمام. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ انا اقول لكم على الزيت الاول. هعمل ايه بقى؟ احط حوالي معلقه خل اها تمام، وعليها معلقتين زيت. تمام. احط كل بهاراتي بقى، ادي الفلفل الاسود، ادي عندي الشطه، عندي هنا كمان الكمون، اسفل الكزبره والكمون. تمام. هعمل ايه كمان قبل الثوم؟ هعصر عصره ليمونه كده، ليمون بيدي مزازه يا جماعه، كمان يحش ايه لو في اي زفاره من الكبده، ولان خلاص انا كده كده كنت نقعها في شويه خل وليمون وحطيتها في المصفى، فصفى شويه منهم، ما بغسلهاش بميه ولا حاجه، انا نقعتها بس بخل وليمون. هنزل طبعا عندي بالثوم اهو والملح، ادي الملح وعندي الثوم، اقلبهم كويس. الفلفل بقى يا جماعه مش هحطه دلوقتي خالص، انا هسيبها بقى كده في التتبيله دي يعني ايه 10 دقايق، مش تتبيله بس يعني ايه تاخد الطعم ده كده. هسيبها شويه كده في الخلطه اللي انا عملتها ده، وبعدين هقول لكم نعمل ايه. بس نسيبها حوالي مثلا 10 دقايق ربع ساعه كده. بعد 10 دقايق اهي فيها زيتها وبهاراتها وكل حاجه. انا مش هحط زيت، انا دلوقتي بسخن طاسه سخنه على البوتاجاز، وهنزل بكل ده على النار عاليه لحد ما تنشف خالص من كل اللي فيها او تاخد الصدمه بتاعتها، لان لو وطيت البوتاجاز عليها هتنزل ميه. انا دلوقتي مسخنه البوتاجاز بتاعي، تعالوا معايا بقى كده نروح على البوتاجاز. الطاسه بتاعتي سخنه، هبدا انزل بالكبده كلها على النار عاليه. تقلي كتير يا جماعه، لو ده ايه ما ميه اصلا بدات تظهر. تمام. انا مش هقلب سلطه. نجيب بقى المحلات اللي احنا بنشتريها في الشوارع على العربية، ونجيب على عربية نقلب بس كده، عربية اللي هي كده تيجي في الطاسة اهو حلوة ليه من غير ما نقلب بالمعلقة. تبقى خالص لما طبعا الكبدة يا جماعة هتاخد وقت على النار. الكبدة دايما معروف ان ما تسويهاش قوي، يعني افضل حاجة ليها القلب اكتر كده. في ناس بتسقع بعدين بتقليها وما تاخدش وقت على النار عشان تبقى القيمه الغذائيه بتاعتها موجوده فيها. تمام. اهي بدات تنزل بقى، وتحطي الحاجات اللي بتاعت فوق كل التوابل فيها يعني يمين كده يا جماعه. اللون بتاعها انا لو لقيت واحده من تحت بقى لونها حقيقي، هو ده اللون بقى اللي بنحبه في العربيه بتاع المطاعم. يعني انت لو تلاحظي ان الراجل بتاع العربيه ده بيشوح فيها كده على نار عاليه، ما تبقاش لازم ولا كلام من ده. اهو هو ده اللون بقى اللي احنا عاوزينه. ممكن هنا بقى اهدي النار شويه، خلاص هي كده كده معاكي بقى فوق. شايفين بقى اللون اللي بتاعها عامل ازاي؟ اللون التشويحه بتاعتها اللي في الاول بالصدمه ده هو اللي ادالي اللون ده، ريحتها مش قادره اقول لكم يعني ايه قلب العماره.
شايفين انا بقلب اللون عامل ازاي. كل اللي هعمله دلوقتي بقى اروح اجيب الفلفل، خليك البودره معاها، اروح اجيب الفلفل احطه على الوش اهو. الفلفل يا جماعه مش عاوزاه يستوى ولا حاجه، هو هيديني الطعم الحراره والريحه ويديني القرش. يعني انا عاوز الفلفل ايه في القرشه بتاعتي دي، مش عاوزاه يكون طري. تمام، هسيبها كمان كده 5 دقايق خالص بقى واوريكم ان شاء الله في ايه في طبق التقديم. هسيبها كده بقى كده اعملها 3 دقايق واروح كده. ان شاء الله الكبده بتاعتنا جاهزه، شايفين شايفين لونها حلو جدا، والفلفل لسه محتفظ بلونه لان ما سويتوش ما خليتوش مهري، هيديني قرشه بقى في اكل الكبده حته مش قادره اقول لكم طعمها ولونها رائع. هحطها في طبق التقديم. شايفين ده الشكل النهائي للطبق، حط بقى جنبه عيش بلدي. انا صراحه انا ما بقتنعش بالكبده او بالفينو، هو هي الكبده عيش بلدي مش محتاجه بقى اي اضافات. انا صراحه بحب احط عليها ايه شويه كزبره كده خضره، بس مش كل الناس برضو بتحب الكزبره على الكبده، يعني بدخلنا في سكه تانية شويه الحاجه المشويه اكتر، بس هي صراحه بتدي لها طعم حلو قوي. ويا رب الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم، وفي 5 دقايق بنكون عملنا احسن طبق واحلى طبق وطبق ريحته مش قادره اقول لكم، كبده مشطشطه رائعه. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع اكلات.